بنهاية الأسبوع اللي فات ده كان في حدث مهم، وهو المنتدى الدولي لمكافحة المخدرات اللي عقد في النمسا، وكان عن طريق الأونلاين بسبب طبعا الظروف اللي احنا فيها كإجراء احترازي للوقاية من كورونا. لأول مرة مصر بتشارك في المنتدى ده، وتم اختيار 7 من الممثلين عن دولهم، 66 من المشاركين عن عدد وصل لأكثر من 30 دولة، ومصر كانت ممثلة في هذا المنتدى من قبل المتطوعة رودينا أبو العينين. رودينا معانا دلوقتي عبر الصوت والصورة، برحب بيكي، ويعني الحقيقة شابة زي القمر وجميلة، وشيء مشرف وجودك في منتدى مهم زي ده. إزاي جه تمثيلك يا رودينا؟ ازي حضرتك يا استاذه ريهام؟ اهلا بيك، متشرفه جدا. احنا حبيبتي بسعداء. انا تم تمثيلي يعني بقيت انا اصلا هو حضرتك معايا؟ سامعاكي، اتفضلي. الو، احنا سامعينك وانت على الهواء، اتفضلي. انا خلاص اوكي. انا تطوعت في الصندوق، صندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي، من وانا عندي 16 سنه. كنت اتعرفت على الصندوق اصلا من حمله تطوعيه جت عندي في المدرسه. ساعتها ادركت ان قد ايه العمل التطوعي بالنسبه لي مهم جدا، وقررت ان انا اتطوع في الصندوق. وخدت طبعا تدريبات كتير وحاجات كتير جدا قبل ما انزل عمل ميداني، ونزلت مناطق كتير جدا عملت فيها وقايه. بالنسبه لمشاركتي بقى في المنتدى، هو اصلا تم توجيه الدعوه لمصر ان احنا هنشارك في المنتدى الدولي السنه دي، وعمل يعني حصل لجنة اختبارات في الصندوق على مستوى كل الوحدات التطوع اللي موجودة على مستوى الجمهورية، اللي حوالي عددها 30,000 متطوع على مستوى الجمهورية كلها. وتم اختياري، وبعد كده بعد ما تم اختياري وتم ترشيحي من مصر، اتعمل لي اختبار من لجنة الأمم المتحدة، ونجحت فيه الحمد لله. ويعني نجحت فيه وشاركت في المنتدى، واللي افتتح أصلا فعاليات المنتدى كانت الدكتورة غادة والي، رئيسة الأمم المتحدة للمخدرات لمكتب معالجة المخدرات. طيب رودينا، أهم المحاور اللي ركز عليها المنتدى؟ هو إحنا أصلا كنا 66 شاب وشابة على مستوى العالم، بعدد دول تقريبا 43 دولة. أكتر النقط اللي كنا بنركز عليها إن إحنا اللي هي الحاجات اللي احنا نقدر نعملها في بلدنا لما نرجع، ازاي نعمل بلانز حاجه قايمه على العلم ان هي تعمل فعلا نتيجه، تبقى حاجه ناجحه جدا. وده طبعا بالنسبه لي كان حاجه مهمه قوي، وكمان خصوصا ان انا كانت اول مره السنه دي لمصر انها تلقي الكلمه الافتتاحيه، فده بالنسبه لي كان حافز كبير قوي ان انا ابقى مهتميه قوي بالمنتدى وباللي بيتقال والكلام ده كله. فكان في حاجات كتيره قوي اتقالت كانت مهمه جدا، ازاي ان احنا نعمل استراتيجي بلان هنا في مصر، ان احنا نعمل حاجات اكتر فعاليه تخلينا احنا نقدر نعمل وقايه اكتر نجاحا، وان انا ادي بعد كده ازاي ادي تدريبات للناس اللي هم اوريدي ترينرز هنا، ان احنا نقدر نساعد بعض، يعني انقلهم الخبره اللي انا اكتسبتها. ان شاء الله تنقلي كل الخبره ونشوفك في مؤتمرات اكتر، وشيء مشرف وجود شباب زي الورد زي كده ما شاء الله يا رودينا، ربنا يوفقك. رودينا ابو العينين، ممثله مصر في منتدى الشباب الدولي في مجال المخدرات، سعدت جدا بوجودك وكمان وجودك في هذا المنتدى كفتاه مصريه بتمثل بلدها بكل هذا الحماس.